السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الداري دوريكسانت. الداري دوريكسانت ده آخر واحد أو آخر مولود في الدول أوراكسين ريسبتور أنتاجونيست، وتم أخذ الأبروفال في يناير 2022. كلامنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الأوراكسينز التو تايبس، وهنتكلم عن الأوراكسين ريسبتورز، هنتكلم عن الإنسومنيا، هنتكلم عن الدول أوراكسين ريسبتور أنتاجونيست، وهيكون كلامنا في النقاط الآتية: الأكشن، الأدمينستريشن، السايد إفكتس، وهنتكلم عن الميمبرز أوف دول أوراكسين ريسبتور أنتاجونيست اللي هم ثلاثة. أقدمهم سيوفو ريكسات اللي أخذ الأبروفال في 2014، وليمبو ريكسات في 2019، وداري دوريكسانت اللي هو في 2022. هنتكلم عن السيتوكروم بي 450 وخاصة 2A4، وده طبعا في الميتابوليزم أوف دول أوراكسين ريسبتور. هنتكلم عن الإنهيبيتورز والإنديوسرز أوف سيتوكروم بي 450 وخاصة 3A4. وأخيرا هنتكلم عن warnings، ودولا نقطتين فقط. الأوراكسينز دولا two types، وتم اكتشافهم في 1998، وكان اسمهم hypocretins، ودولا زي ما قلت two neuropeptides secreted from orexin containing neurons، اللي هي موجودة في الأساس. orexin containing neurons دي موجودة في الأساس في lateral hypothalamus. الأوراكسينز type A و type B. type A فيه 33 amino acids، و type A فيه 2 disulfide bridge. أما طيب بي فطبعاً الأمينو أسيد فيه أقل 28 أمينو أسيد. الأوراكسين نيورون exert their highest activity during periods of activity and wakefulness. بتبقى الماكسيمم activity of أوراكسين نيورونز at daytime، في التايم اللي فيه الوكفولنس وفيه الاكتيفيتي بتكون فيري هاي، ومع تكون الاوراكسين نيورونز سايلنت ونون اكتيف ديورينج سليب. عشان كده هم ليهم امبورتانس في السليب وليهم امبورتانس في الانسومنيا. الاوراكسينرجيك نيورون اكستنسيفلي انيرفيت سي ان اس، ومعي تبعت نيرف او تبعت سبلاي للارياز اللي مسؤولة عن البروموشن اوف اروزل، زي اللوكاس سيريوليز، التيبرو ماميلاري نيوكلياس، البيزل فور برين، السيريبرال كورتكس، والدورزل راف. الأوراكسين ريسبتور باسوي بلاي فيتال ريجولاتوري رولز ان ميني فيسيولوجيكال بروسيس، اسبيشالي فيدينج بيهافير سليب ووك ريزم ريورد ادكشن اند انرجي بالانس. الأوراكسين اند أوراكسين ريسبتور ليهم رول كبير في الفيدينج وفي البيهافير وفي السليب ووك ريزم، وده الكلام اللي هو احنا هنمشي عليه النهارده. وليه رول كبير في الادكشن والريورد، ليه رول كبير في البيهيفير. الباس واي اف اوف اوراكسين ريسبتور ليه باثولوجيكال افكت في النركوليبسي والديبريشن والاسكيميك ستروك والدراج ادكشن والالزهايمر. فعلى سبيل المثال مريض النركوليبسي ما يكون فيه الاوراكسين نيورونز ما يحصل لها دامج في حوالي 80%. عيانين النركوليبسي اول ما يحصل دامج للاوراكسين نيورون تبدا اعراض الناركوليبسي تظهر،
وده بيفكرنا بالباركنسون، لما تكون السيلز النيورونال سيل اللي هي بتعمل سيكريشن للدوبامين حوالي 80% بيحصل لها دمج بتظهر اعراض الباركنسون. ففي هنا سيميلاريتي بتوين ناركوليبسي والباركنسون. في حاله الناركوليبسي 80% من الاوراكسين نيورون بتبقى ايه لوست او دامجد او نون فانكشنينج. لما بنعمل موديوليشن او لما بنعمل بتطلع دراج افكت الاوراكسين، فدي بيبقى لها رول في السليب ووك ديسوردر، في التريتمنت اوف سليب ووك ديسوردر، ودي اول علاج تم استخدامه في السليب ووك ديسوردر اللي هو الديوال اوراكسين ريسبتور في الفاميلي ده. وفي الايتينج ديسوردر بس دي طبعا ما فيش لسه فيها دراج، وفي الستريس وفي الانكزايتي. انسومنيا، ايه تعريف الانسومنيا؟ What is insomnia؟ Insomnia is a common clinical condition characterized by difficulty in initiating or maintaining sleep or non-restorative sleep with impairment of daytime functioning. الانسومنيا مع تتضمن disturbance في السليب، وبتكون المانيفستيشن بتاعه الانسومنيا difficulty in initiating and maintaining sleep, early morning awakening, non-restorative sleep and poor quality of sleep. الاربع دول بيكونوا despite adequate opportunity for sleep to occur. المريض بيعاني ويقاتل ويكافح عشان ينام، لكن بتحصل حاجة من الأربعة دول، ممكن واحدة فيهم أو يحصلوا كلهم. الإنسومنيا بتبقى كورونيك لما تستمر أكتر من شهر، لما بتكون أكتر من شهر بتكون كورونيك إنسومنيا. وديتي هو اللي بيستخدم في الديوال أوراكسين ريسبتور أنتاجونيست. ديوال أوراكسين ريسبتور بيستخدم في الأساس في الكورونيك إنسومنيا مع الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي فور انسومنيا. الناشونال انستيتيوت اوف هيلث عملت كلاسيفيكيشن للانسومنيا الى تو تايب، البرايمري انسومنيا وديتي الليس كومون تايب، والكوموربيد انسومنيا او اللي هي اسمها الثاني السكندري انسومنيا ودي اللي كومون تايب. البرايمري انسومنيا مع تكون انسومنيا without comorbid conditions، اي انسومنيا ما فيهاش comorbid conditions بتبقى برايمري انسومنيا، ودي اللي بيستخدم فيها الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونيست. مينلي بيستخدم الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونيست في البرايمري انسومنيا ويبقى افكتيف. لكن عيانين الكوموربيد انسومنيا، فاحنا لما بنعالج الكوموربيد كونديشن الانسومنيا بتتحسن، ما بنعتمدش على علاج الانسومنيا مينلي، لكن مينلي بنعتمد على علاج الكوموربيد كونديشن. ايه الكوموربيد كونديشن؟ ديبريشن، انكزايتي، باركنسون ديزيز، روماتويد ارثرايتس، ريستلس ليج سيندروم، سايد افكتس اوف سام دراجز زي الكافيين والالكوهول والبيتا بلوكر. اي ديزيز ممكن ما تحصل معاه انسومنيا، اي ديزيز، اي كورونيك ديزيز ما تحصل معاه انسومنيا، وفي الحاله دي بتبقى السكندري انسومنيا. فبنعمل تريتمنت للبرايمري ديزيز اللي هو تسبب في الانسومنيا. الايتيولوجي اوف برايمري انسومنيا هو في الاساس نوت نون، بات ولكن related to sustained physiological hyperarousal throughout the day. والتريتمنت اوف برايمري انسومنيا بيعتمد في الاساس على cognitive behavior therapy for insomnia مع pharmacological therapy. في بعض الناس بتبدا cognitive behavior therapy وفي بعض الناس بتبدا pharmacological therapy. والكومباينيشن بين ذا تو ذيس تو لاين از افكتيف. الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي مش متاح في كل الامور، فالغالبيه هنا في بلادنا ما يستخدم الفارماكولوجيكال ثيرابي. الميديكيشن الابروفد فور تريتمنت اوف انسومنيا بنزودازيبين ريسبتور اجونيست زي تريازولام،
Flora zibam u tima zibam. U nan benzodiazepin receptor agonist, zaj zalblon, zolbidim u es zobiklon. Sedative antidepressant, zaj trazodon u doxibin. وباقي الانتيديبريسنت زي الميرتزبين ده بيستخدم بفعاليه وليه سيديتيف سايد افكتس يعني بيبقى يعني كويس جدا لما بنستخدم الميرتزبين في عيان عنده انسومنيا اي عيان ديبريسد وعنده انسومنيا وياخد الميرتزبين بيستريح جامد. ميلاتونين ريسبتور اجونيست راميلاتون ده برضو من الحاجات اللي هي الابروفد في تريتمنت اوف انسومنيا دول اللي هم مشهورين ومعروفين بخلاف طبعا الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونيست اللي احنا هنتكلم عنه. مشكله الدراجز دي وخاصه البنزودايازيبين بتبقى انها بيحصل منها ادكشن بيحصل منها دراوزنس وبيحصل منها يعني وخاصه في الاولد ايج ما يحصل معاها كوجنيتيف امبيرمنت وما يحصل فيرتايجو في عيانين الاولد ايج فبتبقى السايد افكتس بتاعتها كثيره جدا بعكس الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونيست. زي ما قلنا في بعض الناس بتستخدم الفارماكوثيرابيوتيكال انترفينشن في تريتمنت اوف انسومنيا از ا فيرست لاين وبعض الناس بتستخدم الكوجنيتيف بيهافير ثيرابي لكن الدراجز اللي احنا قلناهم يعني مشكلتهم ان ليهم السايد افكتس الكثير. الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونيست اوراكسين انتاجونيست سبيشالي بلوك اوراكسين 2 واوراكسين 1 دول 2 ريسبتورز فبيعملوا الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونست بيعملوا بلوكج ل ذيس 2 ريسبتور. الممبرز اللي هم داري دوريكسانت وليمبوريكسانت وسيوفوريكسانت دول الثلاثه ممبر اجددهم الداري دوريكسانت اللي هو اخذ الابروفال في يناير 2022. التشابه بين الثلاثة دول تشابه كبير جدا يعني يعتبر في الفارماكو كاينيتيك والفارماكو دايناميك بتاعتهم تشابه كبير فكلهم بيتاخدوا أورالي والبايو أفيلابيليتي بتاعتهم كلهم حوالي 80% البيك بلاد بلازما مع يحصل بعد ساعة الثلاث ساعات بمتوسط ساعتين يعني بعد ما العيان بياخد التابلت بحوالي من ساعة إلى ثلاث ساعات الماكسيمم كونسنتريشن بيحصل. البروتين بايندينج أكتر من 94% أكترهم طبعا السوفوريكسانت دولا بيبقى حوالي 99% منه بروتين بايندينج والليمبوريكسانت دولا ديت حوالي 94% منه. الإليمينيشن مينلي في الفيسيز ده الماكسيمم بورشن بتاع الاليمينيشن بيبقى في الفيسيز وفي بعض منه طبعا بيخرج عن طريق اليورين عن طريق الكدني. الميتابوليزم اوف دول اوراكسين ريسبتور انتاجونست بالسيتوكروم بي 450 وخاصه 3A4 وجزء قليل عن طريق 2C19. ايه الانديوسر والانهيبيتور اوف سيتوكروم بي 450 3A لانه لو احنا استخدمنا مع الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونست سيتوكروم انهيبيتور هنلاقي الدوز بتاعت الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونست زادت فبالتالي ممكن يحصل منه سايد افكت ولو استخدمنا حاجات بتعمل اندكشن للسيتوكروم فبالتالي الافيكاسي بتاعت الدراج اللي هو الدول اوراكسين ريسبتور انتاجونست بتقل فالعيان ما بيحصلش على ثيرابيوتيك افكت. الانهيبيتور اللي هم الانتي ابيليبتيك كاربامازيبين والفوسفينيتون والفينوباربيتال والفينيتون وبريميدون والريفامبين اللي هو بيستخدم في علاج الدرن يبقى 5 انتي ابيليبتيك و1 انتي بايوتيك. وفي كثير انهيبيتور بس دول الاكثر استخداما يعني لو دورت في الدراج بانك هتلاقي كميه كبيره وادويه سبحان الله ما يعني ما سمعتش عنها خالص.
الانديوسر لكلاريسروميسين والاندينافير اللي هو بتابع الاتش اي في والانتي فانجال اتراكونازول وكيتوكونازول وليفوكيتوكونازول والنفزيدون والبوساكونازول والتلثروميسين والفوريكونازول. دول اغلبهم طبعا هتلاقيهم انتي فانجال وانتي بايوتيك وديت بتاع الاتش اي في. ايه الاكشن بتاع الديوال اوركسين ريسبتور انتاجونيست؟ بيعمل ثلاثه امبورتنت اكشن: ريديوس سليب اونست، ريديوس سليب اونست ليتنسي، العيان اللي بيدخل في النوم بسرعه، انكريز توتال سليب تايم، امبروف سليب كونتينيوتي اند سليب افشنسي، فبيخلي السليب افشنت وبيخلي السليب كونتينيوس. دول الثلاثة الأكشنز بتاعت الدول أوركسين ريسبتور أنتاجونيست. كل الثلاثة دول أوركسين ريسبتور أنتاجونيست بيتاخدوا أورالي حوالي نص ساعة بفور بيد تايم، ولو إحنا أخدناهم على MBT استومك هتبقى النص ساعة دي ممكن تساعة أو عشر دقائق العيان بيدخل في النوم. المريض اللي هياخد دول اوركسين ريسبتور انتاجونست لازم يكون مستعد انه ينام على الاقل 7 ساعات. ايه السايد افكتس؟ والسايد افكتس دي دوز ديبندنت، لو اخذنا دوز عاليه بتظهر السايد افكتس. دراوزنس، والدراوزنس اقل من البنزودايازيبين واقل من الحاجات الثانيه زي الانتي ديبريسنت. انكزايتي اند ديبريشن، سوسايدال ثوت، ميموري امبيرمنت، هالوسينيشنز، سليب paralysis and impaired concentration, lower extremity weakness, cough, nasal congestion, diarrhea, sore throat, abnormal dreams and really catalepsy and headache. Side effects دول اقل بكثير من الـ من الـ من الدراج اللي بنستخدمها زي البنزودايازيبين او الانتي ديبريسنت. سوفوريكسانت اسمه التجاري بالسمارة، في منه تركيز 5 و10 و15 و20، وديت الفيرست ايجنت اللي هو اخذ الابروفال، وزي ما قلت اخذ ابروفال في 2014. البروتين بايندينج بتاعه اكتر من 99%، والهاف لايف حوالي 12 ساعة، وديتي هو اللي اكتر واحد فيهم ما يبقى معاه دراوزنس. لمبوريكسانت الهاف لايف بتاعته في منه تركيزين، في منه 3 تركيزات الاكثر انتشارا اللي هم 5 و10. الهاف لايف بتاع لمبوريكسانت 17 ساعه في تركيز 5 و19 ساعه في تركيز 10. والبلازما كونسنتريشن مع تبقى في البيك، بتاخذ البيك بتاعي بعد ساعه ل3 ساعات، وبيكون التركيز بعد 9 ساعات في البلازما حوالي 27%. فبالتالي العيان لما بيصحى ما بيبقاش دراوزي زي ما بيكون في الدراجز بتاعت البنزودايازيبين. داري دوريكسانت ده اخر واحد فيهم، وزي ما قلت اخذ الابروفال في 2022 اللي هي السنه دي، يعني في شهر واحد في الشهر اللي فات. بيمتاز انه مور بوتنت عن الاخر، عن الاثنين اللي قبله، وبيمتاز بانه الاكشن بتاعه مور رابد عن الاثنين اللي قبله، والسايد افكت اقل، بس اقل من الاثنين اللي قبله. ده الفرق عن الاثنين اللي هم قبل الداري دوريكسانت، الافكتيف مور افكتيف عنهم واقل سايد افكت ومور بوتنت. الوارنينجز، الداري دوريكسانت ليه بوتنشيال ابيوز، وخاصه في العيانين الادكت، اي عيان الكهوليك او اي عيان ادكت، فالدول اوركسين ريسبتور ليه بوتنشيال ابيوز، لكن ما بيعملش فيزيكال ديبندنس. عيانين اللي عندهم كاتاليبسي المفروض ما ياخدش الدول اوركسين ريسبتور لانه بيزود الكاتاليبسي. ده الدول اوركسين ريسبتور، يا رب تكون استفدتوا من الفيديو، ونتقابل في فيديوهات تانية.